الرأي ديال المصلحة ديال الوكالة الحقوق المائية ديال اللوكوس اللي طالبات بإجراء واحد الدراسة لفتح هذه المنطقة اللي هي كتعتبر هي منطقة ديال الفيضانات. أنا كنعتبرها ماشي منطقة الفيضانات ولكن عندها حدود. وإذا كانت منطقة الفيضانات الناس راه بناو في البحر، الناس راه بناو في المنطقة اللي في يعني حقيقة فيها فيضانات. هذه المنطقة كيوقع فيها الفيض على أساس أن مجموعة ديال المنابع ديال هذاك واد الورو هي لأن ما كانش في هذاك كان الناس كيديروا كيلقيو غاوة هذا ما بقاش مقيا كيجي من تما الشتاء. هذا ماشي إشكال يعني يمكننا نديروا الدريناج نديروا لا مجال يعني مجموعة ديال التدخلات وحنا كننتظروا غير الدراسة اللي غتجدها الجامعة. هذه ما يبقى يكون سنتين مثلا جلست في الجامعه هنا كانت عندنا هذه المناسبه باش على العراقيل اللي كاينه باش ما لا خاصنا ان شاء الله نتعاونوا فيها اذا كان شي اشكال من ناحيه ديال التمويل او من ناحيه التقنيه نلقاو شي اشكال اونصو حنا مستعدين اننا نناقشوا هذا الموضوع هذا على حده ونديروا عليه جلسه عمل وحده ان شاء الله في هذه السنه نحاولوا نكملوا هذه الوثيقه التعميم اللي وصلت لمرحله اللجنه التقنيه المحليه خاصنا ان شاء الله نمروا مرحله ديال البحث العمومي ومداولة المجلس. هذه مسألة يعني رهان كان رهان عليه وانا كنتسنى هذه المناسبة باش ان شاء الله نتعاون بها السي الرئيس والسادة الأعضاء. اليوم الإشكال اللي عندنا هو البناء والترخيص والمخالفات المشاكل ديال البناء العشوائي التقسيمات العقارية ربط التجهيزات الأساسية هذه الإشكالات اللي بغينا نعرفوا كيفاش كتعيشوها انتم هنا العقار نوعية العقار اللي عندكم هنا الإشكال ديال تكوين ملف واش مازال عندكم اشكال ديال الرخص يعني انا بغينا نسمع ما عندكم هذه المشاكل هذه لان خصنا نتقاسموا مع الاخوان ديال الوزاره. هذه مناسبه كندعي فيها الاخوان الاعضاء باش يعطينا كل واحد اللي كان عندكم شي تدخلات في هذا الشان يعطي الاسم ديالو واسم الدوار اللي كيتكلم عليه يعني بغينا نعطيو حتى باسم الدوار هذه ستاتستيك احصائيات خصنا نوصلو للوزاره ان الدوار الفلاني ها الاشكالات اللي فيه هي ديك الساعات على المستوى الوطني غادي تجمع هاد المعطيات كلها غادي دير واحد التحليل كاينه جناله تقوم التحليل ديال هاد ديال المعطيات وان شاء الله على بناء على هاد تحليل هاد المعطيات غادي تكون صياغه مجموعه القوانين. انا جيت سعيد عاوتاني كنكرر عاوتاني الاعتذار ديالي على التاخير لان جماعه اخرى ما بغاتش تلقنا انتم كتشوفوا كنعاود من زمان كنعتذر منكم وانا حنا كلنا اذن صاغيه لكم وشكرا. شكرا سي بالنسبه لنا اليوم بالنسبه لهادشي الرخص هو مشكل حنا ما عندناش نقر جماعي ما عندناش الملكيه ملي كيبغي دابا مثلا بنادم يجي يدير الكروكي وباش يدير الملكيه لهذيك السكن ديالو الملكيه حيدوها كاين فيها عند العالم باش يدير الحجه وهذه مابقاوش يساعدوهم فيها هذه توقفت هي المشاكل اللي كيعانيو منها باش يبغي مثلا بنادم يدير رخصه بحال الدوار كامل يلاه فيه جوج رخص يلاه ثلاثه ولكن باش داروا الرخص داروا بحجه الاخر عنده واحد الارض كيملك واحد 50 سنه ولا هي ارض جماعيه ما عندها لا اوراق لا والو ولكن كيجيب مهندس كيدير الكروكي كيعطيه النايب ديال الساكنه كيعطيه التفوي ديالها وكيدير حجه وباش كيبني على ديك الملكيه باش كيدير رخصه دابا ما بقاوش كيساعدوهم في هذه الملكيه هذا حد الان هذا هو المشكل وشكرا شكرا سي طارق تفضل سي طارق جماعة السيوبي وفي الحقيقة ديال هاد القضية ديال هاد الرخص ديال البناء راه نفس اللي كيتقاسمو ديال جماعة السواكن راه تقريبا كيتقاس على الدواوين كاملة. أول مشكل أول عائق اللي كيتبدا به هو المشكل ديال الوعاء العقاري راه كنجبرو فيه مشكل ديما مثلا من بغاو الناس نديرو هاد الرخص هاد ديال البناء وهذا خصنا نشوفو لنا الإشكال ديال الوعاء العقاري راه ما يمكنش أنه بنادم كيمشي يجي بنية مثلا عنده واحد المساحه ديالو واش ديال الجمعيه السلاليه او التفويتات او ديال الورد ديالو او هذا كيجبرو مشكل. اول حاجه المشكل هو ديال الوعاء العقاري كيفاش نديرو ناخذو كيفاش نديرو باش نديرو الرخصه. ثاني حاجه الاشكال اللي كنوجدوه في الجامعه ان الناس اغلبيه ديالهم نقول المساكن الامنيين وكذا وهذا ما كيجبروه مشكل ديال باش كيفاش يديروا يكونوا الملف كيفاش من غادي يتكون من هذا وبالتالي اننا بالتالي كيوقع واحد شويه ديال نقولوا الملل كيرجع لورا. كاين ثاني المشكل ديال الغلاء مثلا يجي يدير الرخصه او مثلا هو يبني واحد المحل او مثلا يبني 50 متر او شنو كاين شنو الملف شنو خصك توجد فيه هذه كيتدفع كيتعطل
كيتعطلوا هذه تحطوها مثلا بين الناس اللي في الجاليه كيبغيو يجيو هذوك هما اللي كيجيو يبنيو مثلا كيجي خصو عنده واحد الشهر ديال الكونجي ديالو خصو يوجد خصو يرجع خصو يبني ما كيجبرش كيولي يحبس او مثلا كيجبرو ديال الناس ديال المدينه المواطنين كيبغي يبني مثلا 50 متر ولا هذا كيجبر بزاف ديال العراقيل كيقول لهم ديال انا عمي في هذه المدينه في هذه العربيه انا نود بحال العرب المدينه وندير هذه الرخصه هذه مني لان هذا الشيء هذا اللي كيطلبني بزاف هذا من الاشكالات اللي كنشوفها وبالتالي انا كنوضعو المقدم والمواطن مع بعضياتهم خصني نبني انا كنجبر مين اللي مصرين على اخراج ارض الوجود انا احدد هذه الفكره وادعو رئيس الجامعه التربيه السواق بالتشاور معكم من اجل اخراج هذا يعني هذا الورش الهام اللي خرج السواق من البؤره اللي ديال البناء العشوائي ديال مجموعه الامور ادخل المجال يعني البناء المنظم يعني اللي تلتزم بالقوانين التنظيميه وكذا خصوص المشاكل يعني انا لا اختلف مع الاخوان اللي ذكروا الاخوان ديالنا خصوص المشاكل لان كنا اله كرويه يعني تنقاسموا جميع المشاكل اللي تنقاسموا في قضيتنا غير هي واحد الاشكال اللي كاين هو ديك يعني المبالغ اللي تقوم بها الرخصه راه مبالغ باهظه ويجب اعاده النظر في هذه المبالغ التي تدفع من اجل اخذ الرخصه من بينها مثلا يعني حنا المواطن يعني يكيد ويجتهد ليل نهار من اجل توفير ما يمكن توفيره من اجل بناء بيت مكون من ثلاث امتار على ثلاث امتار او لا ست امتار على ثلاث امتار من اجل يعني اكساب الابناء ديالو يعني واحد البيت مستقر يعني باش هو قانون ديال 9/12 هاد القانون هذا اللي كان سبتو على الباديه كنلقاو مشكل علاش؟ لان الباديه عندها واحد الخصوصيه كتلقى مثلا الاغلبيه ديال السكن في الباديه كان واحد المساحه تيكون ساكن هنا عنده بيت زير ماهوش ديالو كيبغي يتوسع يبني مثلا ولدو او يستقر معاه ملي كنتبعو التوصي كتدخل في الخانه ديال الجزيرة هنا مشكل كبير واش توصل زون ولا ميساس هنا قناة 12 هو هذا انا اللي كان نقطع في هذا الباب خاص حل بخصوص العالم قرار بالاضافه الى المساحه المبنيه كاين يعني قانون تحدد واحد المساحه المبنيه مينيموم اللي خاصك تبني هنا كتبين ليه بيز كتبين ليه المرافق الصحيه كنت اخذ مشكل كاين هنا المشكل الثاني ديال اللجنه الاداريه بالنسبه لكل عقار قل من قطاع كندوزو للجنه الاداريه ملي كنزل الاداره كندوزو للبال المسدود والسبب المكتب اللي يقول في العام ما كيبغاش يعطينا راسنا كما كنقول بالمثال خير من خير ما كيجاوبنا ما تسيري هادي وكيتعلموا واحد الدوريه عندهم بان البناء في الاراضي الفلاحيه ولا التونسيون اغريكول كنقول المشكل وبالتالي اش كيوقع ملي كنسداو اللجنه الاداريه كيجيو جوج الناس مشكورين كاين الناس العماله والناس الوكاله والراي ديال لوفيس الزامي كيبقى توصيل الناس طاس كيجي المواطن شنو غادي يقولوا لي واحد الفيا غادي تسمع خصنا نجيكم بخير صح المشكله الرابعه والاخيره هي التكلفه ديال الانجليز وخصوصا انه الدار دابا في المنصه راه كان شحال هذا الثمن من صعب ولا من خور ملي كنقولوا تكلفه ديال الملف راه ملي تبدا من اللي يدير جديد الدوسي بالاضافه ان البنيت العالم القروي ماشي بحال المدينه عنده قطعه في الارض كانوا يبني كيدير كريدي كيدير كذا كيبني طاط غير كيوجد حنا كما قال السيد العود كيبني بالتقساط كما كنقولوا حنا اليوم دار الطلاق بدا كيدير كذا بدا هادي انا هادو هما اربعه ديال المشاكل اللي كنوقع كاين مشكل العقار كاين مشكل ديال القانون 9/12 اللي قلنا كيجزا هو راه مكيجزا راه الطبيعه ديال العالم القروي ديال هكا وهذه كصحاب على باش ما كيهضروش الناس في المدينه خصو يسكن ولدو حداه ولا جوج يسكنو حدا في القناه في الحوض المشكل الثالث الجنه الاداريه الاغلبيه ديال الناس اللي كيبنيو ما عندهمش وقت الدار
قلم القطاع ملي كتكون قلم القطاع كنديرو المجلة الإدارية. أنا كنقول الناس اللي كيحضروا في لا كوميسيون ديال العمالة هما هذوك المجلة الإدارية، نقول لهم عيطوا لهم نكتبوا غير تصاور نجيبوا تصاور ونكتبوا من هذا اللي تيبني، علاش غنهم يخرجوا حتى المجلة الإدارية اللي تما هما اللي كي المشكل ديال التكلفة. إلا كان شي صاغة دات لي بلونتيك مثلا أو لي عاونوا بزاف ديال التوبوغرافيك يعني عاونوا، راه إلا عاونوا يعني الأمور غادي تسهل. عاد عاد النقاط هما اللي كاينين. شكرا كلمة طولت عليكم. شي كلمة سي شكرا سي إسلام سي العرس شكرا سي الغضب الكريم. بالنسبة لي أنا ديما نضرب كاع المنصات اللي هو في كرومبي مدير المصالح الجامعة السوقية. انا يعني هذا المشكل طرحنا لها والسي تقني راه عطاكم ملخص جوج المشاكل اللي كنطرحوا فيها. كيف بقى دابا راي ديال الجميع يكون واحد اليوم اللي كنقول على الصعيد الوطني، لان المشكل ما يلقاش السلعه الجويه راه ما يمكنش نحلو على صعيد حنا هنا في هذه المجموعه، لكن المشكل الوطني باش انا التكلفه ديال البناء. انا نهضر على انا حديد درت رخصه ديال البناء كلفني بالطوبوغراف مش تبغى يعني لا شيتك 10 درهم يعني بالمعرفه وصادق ديالي 10 درهم لا شيتك. بالنسبه لواحد اللي قرر يعطي 10 درهم راه هذيك هي اللي جا معاه باش يبني بها، راه مستحيل يجي ويدير رخصه في منصه ويخرج بال هو نتيجه بالنسبه لبرون داماجمنت. برون داماجمنت كما قلت لك السيد حنا وصلنا ل 6 الناس ديال الحوض المائي كانوا تهضروا بالراي ديالهم. اخر ما كاين بالنسبه للجماعه الميزانيه ديال الغاز باش نديروا ديك الدراسه بهادي التجينا باش نديروا واحد المراسله للمجلس الجهه ديال طنجه باش يعاوننا ويعطينا الدعم باش نسميتو وتحت اطار ديال وكاله الحوض المائي باش نلقاو مشكل ديال التوسع، لان بالنسبه للمركز ديال السواك راه المنطقه الوحيده اللي يمكننا نتوسعوا بها هي هاد البلاصه هادي اللي كيقولوا معرض الخياطه. اما الباقي الاخر هذاك داخل في هذاك اللي كان سينو هنا ما كاينش التوسع تما ما كاين في الموضوع الاول. شكرا شكرا لكم كنعطي الاخوان التدخل ديالهم ولا الكلمه ديالهم. سيدي الرئيس الحقيقه انا سمعت المجموعه ديال التدخلات راه نفس اللي كيتقاسموا ديال الجامعه السوكن راه تقريبا كيتقاس على الدواوير كامله. اول مشكل اول عائق اللي كتبدا به هو المشكل ديال الوعاء العقاري، راه كنجبرو فيه المشكل ديما مثلا بغاو الناس يديروا هذا الرخص هذا ديال البناء وهذا خصنا نشوفوا لنا الاشكال ديال هذا الوعاء العقاري. راه ما يمكنش انه يمشي يجي يبني مثلا عنده واحد المساحه ديالو واش ديال الجامعه السودانيه او التفويتات او ديال الورد ديالو او هذا كيجبرو مشكل. اول حاجه المشكل هو ديال الوعاء العقاري كيفاش نديرو ناخذو كيفاش نديرو باش نديرو الرخصه. ثاني حاجه الاشكال اللي كنوجدو في الجامعه ان الناس اغلبيه ديالهم هما المساكن الاميين وكذا وهذا كيجبرو المشكل ديال باش كيفاش يجدو يكونوا الملف كيفاش من غادي يتكون من هذا، وبالتالي اننا بالتالي كيوقع واحد شويه ديال نقولو الملل كيرجع لورا. كاين ثاني المشكل ديال الغلاء، مثلا يجي يدير الرخصة مثلا هو يبني واحد المحل او مثلا يبني 50 متر او شنو كاين شنو الملف شنو خصك توجد فيه هادي كيتدفع كيتعطل وهادي نصبوها مثلا للناس اللي في الجاليه كيبغيو يجيو هادو هما اللي كيجيو يبنيو مثلا كيجي خصو عنده واحد الشهر ديال الكونجي ديالو خصو يوجد خصو يدفع خصو يبني ما كيجبرش يولي يحبس او مثلا كنجبرو ديال الناس ديال المواطنين كيبغي يبني مثلا 50 متر ولا هذا كيجبر بزاف ديال العراقيل كيقول لي ودي انا نعمل في هذا المدينه العربيه انا نوجد بحال المدينه وندير هذا الرخصه لان هذا الشيء اللي كيطلب لي بزاف يعني باش ما نقدرش نجاوب كل واحد بوحدو يعني غادي نعطي حلول يعني تقدر كل واحد غادي يسقطها على السؤال ديالو. نتكلم على التسميتيه لان ختمتي بها السيد زعما حقيقه التسميتيه اللي كنا حنا بغينا نديرو بحال الاخوان اللي كانوا داروا قبل داروا غير الدوار السواقين، ولكن حنا كوكاله حضاريه درنا الدوار السواقين درنا ليكسبونسيون ديالو لان على امل اننا غادي نفتحوا غادي نديرو في مناطق الساحل والا غادي نبقاو نصطادمو بان نقطعوا المشاكل في الفلاحه.
ملي كتكون عندنا وثيقه التعمير يمكننا نبنيو حتى ب 80 متر حتى ب 90 حتى ب 100 متر. يعني وثيقه التعمير كتلزم الفلاحه انها خلينا نبنيو. مع الاسف ملي قدكم لاجون في باسان لوكوس المواكله الحوض المائي لوكوس باش تنجزوا دراسه كنت كنتظر ان تقولوا هذا الاختصاص ديال لاجون في باسان لوكوس انتم اللي تكونوا في الدراسه. علاش؟ لان هما اهل مكه، حنا وكوكاله حضريه حنا اللي نجزنا بالموارد الماليه ديالنا الذاتيه لتصميم التهيئه. وهذا قطاع ديال وكاله الحوض المائي للنكوس عندهم تقنيين عندهم خبراء في هذا الشهر، لماذا ما نديروش واحد الاجتماع؟ انا كندعي الرئيس انه يعيط لنا اليوم نديرو اجتماع هنا على مستوى السواكل او على مستوى عماله اقليم العرائش باش نوضعوا شنو الاقتراح اللي غيكون امثل باش يعطيونا كيفاش غادي نبنيو هنا. اذا كان خاصنا انسوا باسمو ديال امات واخا سيدي يدوز هذا الفيضان ونبنيو اسيدي بامات، نخلي الفيضان يدوز لتحت راه ما بغيتوش تنقيو هذا الوديان، غادي نديرو له الطريق ديالو منين يدوز. وغادي يبنيو الناس وغادي نخليو ان هاد السواكل غادي نولي عندنا واحد المركز نموذجي. بالنسبه ديال الاخ تكلم على ان بغى مقر الجماعه يخرج على الواجهه ديال الطريق الوطنيه، انا تنشوف هاد المساله غادي تصطدموا عاوتاني بالاخوان الفلاحه، وهذا عاوتاني ملي كتجبد عليك الاخوان الفلاحه حنا كيبان بحال داك اللي عند قبلتك شي جبل كبير كيفاش غادي ديكوز فيه. حنا براسنا حتى هذا من بين الاساسيات اللي كاين اللي تقوم بها الوزاره باش ما نبقاوش عندنا الاشكال ديال اللجنه الاداريه. راه الا جينا نقولوا اللجنه الاداريه وشكون اللي خاصو ثاني يهضر فيها، راه ماشي الوكاله الحضريه والعماله، راه المفتشيه السلطه المكلفه بالتعمير هي المفتشيه. القطاع المكلف بالتجهيز والفلاحه، حنا ما كاينينش كوكاله حضريه وعماله ولا جماعه. يعني هاد السكنه هي 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 هي, هي العضو الرابع اللي كاينه قانونا. حنا كنحاولوا للتسريع، حنا كالعماله كنحضروا في عوده الناس حيت نظرا للبعد اللي كاين. الا بغينا نعيطوا للمفتشيه خصنا ننتظروا اكثر من ديك المده الزمنيه اللي عندنا حنا باش حنا كنقوموا في عوض الوكاله الحضريه في عوض المفتشيه وكنقولوا فوالا ما كاين حتى مشكل حنا نقوموا بالدور ديالها. اي تجي الفلاحه تعطينا لاك، حنا هاد لاكو وهاد الاشكاليه ديال الفلاحه غادي نرفعوه الاخوان ديال الوزاره. هذا اشكال عندنا حنا حتى حنا فيما بالك اذا كانت المداخل ديال الجماعه كتوقف، التنميه كتوقف. ملي تنقول انا التنميه كتوقف انا غادي نعطيها واحد التفسير بسيط، هو ان السيد ملي كينوض يبني كيخدم العامل، كيخدم الترونسبور، كيخدم سميتو مول الضوء مول الماء تجهيزات يعني ديال داخل المنزل، يعني جميع يعني القطاعات كتخدم معاه وكيكون واحد الاستجابه. حنا كندعو السيد الرئيس اننا ان شاء الله نديرو جلسه عمل مستعد هذه غادي نقولوا للقافله، واننا ان شاء الله نقوموا باعاده الهيكله ديال مجموعه الدوار وخا نديروها عبر اشطر، يعني عبر مراحل نمشيو على داك الشيء اللي قدينا شويه بشويه نعطيو بها نموذج، وكل منطقه غادي ندخلوا فيها على حسب المشاكل اللي فيها ونحلوها ان شاء الله انصو ونتعاونوا كاملين. حنا كنشكروا الساده الاخ السيد العامل والسيد الكاتب العام على الدعم المطلق اللي كيعطيوه لنا حنا كوكاله حضاريه، وحنا الحمد لله فخورين اننا حنا معكم اليوم في هذا الاجتماع. تصميم تهيئه من بين الانشغالات ديالنا بين الصبر الاهتمامات ديالنا، ما يمكنش علينا ان شاء الله حنا في الدخول شهر 9 ولا شي حاجه. انا كندعي السيد الرئيس ان باش يكونوا المصالح العامله والمصالح ديال وكاله الحوض المائي باش ننجحوا العمليه ان شاء الله في شهر 9 في الاوائل ديالو. ماذا بك استدعينا الاجتماع حول موضوع ديال تصميم التهيئه، واجتماع نقطه ثانيه حول اعاده الهيكله. كاينه نقطه اخرى ديال الثمن اللي كيجي باهظ، حقيقه الثمن غادي يكون باهظ. واش المهندس كيف في المدن الكبرى غادي يجي لواحد المنطقه قرويه شحال خصو غادي يخلي نهار ديالو كامل العمل باش غادي يجي يشوف ان بلون، يعني يشوف شحال المشاريع غادي يخلي عنده باش يجي يشوف سي فغي. هنا الوزاره انتبهت وعطات واحد الحل هو ديال المساعده التقنيه في العالم القانوني. المساعده التقنيه والهندسيه شنو هي؟ انك تعطيكم تصاميم تصاميم البناء وتصاميم ديال المهندس المعماري ديال الخرسانه وتصاميم المسح الفقري، يعني ثلاثه ديال التصاميم كتعطاكم مجانا لهذوك الساكنه اللي ما عندهمش باش يبني. داك المليون اللي كتقول انت السنتيم اللي كيمشي هو يخسرو كيزيد هو يدير به الطبله ويدير به داك الاساس ديالو كما تنقولوا كيبني. حنا شنو خصها تكون عندنا القاعده الارضيه اللي غادي تكون موصفه يعني الوعاء العقاري يكون موصفة باش اننا ملي غادي يكون التدخل نعرفوا نحسيو اللائحه ديال الناس اللي ماشي اي واحد غادي تعطيه، ماشي واحد كي عنده يعني امكانيات تقول له اجي نعطيك تصميم بلا فلوس، لا كتعطي الناس اللي هما ما عندهمش بحالهم. هذه هذا الدور الجماعه مع السلطه المحليه باش تحدوا لنا لائحه المستفيدين وتعطيونا واحد الوعاء عقاري مصفى، غادي يستافدوا من الوعاء العقاري وغادي يستافدوا بالتصميم.